جابوا لنا الاحتلال اختارات لازاله محل قطع السيارات بدون حجه، يعني ما في سبب. يعني مره من المرات اجوني بحكي لي انه وسخ السيارات بياثر على المياه الجوفيه، يعني تخيل الهبل والتخويف اللي بتخوتوا فيه على علينا كشعب، لانهم هم يعتادوا انهم يتخوثوا علينا سياسيا، فما بالك على مواطن بقول لك هذا بنستهبله بسرعه. يعني فجابوا كل المياه الجوفيه، فهذا بمشيش علي ولا بمشي على الناس، لانه الناس واعي وفاهمه ومدركه انه هم موجودين في هذه البلاد قبل شوارعهم وقبل مستوطناتهم وقبل ما انه يتواجدوا على هذه الارض مئات السنين، واحنا موجودين على هذه الارض. فاحنا للاسف احنا بنعاني، وما في لنا معيل الا رب العالمين، انه ربنا فقط هو اللي بيعيننا. ما في حدا واقف معانا، يعني بيجي بايدن مشان يجيب لنا 4G، يعني قلب شؤون مدنية. فإحنا فيش حدا يوقف معانا، إحنا واقفين مع أنفسنا زائد ربنا واقف معانا، وإحنا عايشين على أماني. للأمانة إنه إحنا عايشين على أماني، إحنا بنستنى، بس بنستنى إنه نصحى الصبح نشوف معجزة، صارت إشي جديد، صار لنا معجزة تخلصنا من هذا الحال اللي إحنا فيه. لأنه إحنا اللي الاحتلال اللي شغال علينا بده يهجرنا، بده يقتلنا، بده يسرقنا، ويوميا بيسرقنا. المستوطنين بيجوا بيسرقوا من المحلات، بيجوا بيسرقوا، بيعتدوا على الاطفال، بيعتدوا على البيوت كلياتها خاضعه تحت سيطرتهم. وهذه السيطره بقول لك احنا هذه سي، انا كل لي هان بقول له وين اروح؟ طبعا اذا بدي اطلع من ارضي وين اروح؟ انا يعني من مصدر رزقي، بقول له روح على منطقه بي، وكانه بي لهم وسي بي لنا وسي لهم، يعني كسموها خلص جاهزه بالنسبه لهم، جاهزه. روح تطلع اذا بتضرب اي محل ما انا واقف يوم يوم بتصبح في مناظر المستوطنات، أيوة أكلوا الجبال. يعني إذا أنت بتلف كاميرتك بتطلع هناك موجود، أيوة بحفروا هان بحفروا هان بأخذوا هان بأخذوا هان، ويلحقونا بين البيوت يا زلمة. ما ظل شيء، خلص سلامتك، ما ظل شيء غير باب دورنا. يعني المنطقة اللي أنا واقف فيها هي باب داري، هذه زي يعني زمان شو كانوا يقولوا حوش الدار، صح؟ إحنا في حوش الدار، إذا في حوش الدار وبدهم إياه شو ظل؟